بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في استوديو الابطال. النهارده ننقل لحضراتكم احداث مباراه الكره الطائره ما بين النادي الاهلي ونادي طلائع الجيش. المباراه ستقام في تمام الساعه الخامسه، يعني بعد حوالي ساعه من الان، على صاله الامير عبد الله الفيصل بمقر النادي الاهلي بالجزيره. المباراه النادي الاهلي وطلائع الجيش تيجي في الجوله التاسعه في الدوري لكره الطائره، مباراه مهمه جدا للنادي الاهلي ونادي طلائع الجيش، ومحتاجين نطمن على فرقتنا اكتر ان شاء الله قبل الاسبوع الحاسم الاسبوع القادم ده، اسبوع مهم جدا للفريق. في البدايه قبل ما نتناول المباراه فنيا وتحليليا، برحب بضيوفي الكابتن ممدوح اسماعيل نجم النادي الاهلي السابق ومنتخب مصر وعضو لجنه انتقاء المواهب بالنادي الاهلي. اهلا بك يا كابتن. اهلا بك كابتن عيسى. بنرحب طبعا بالكابتن احمد زكريا نجم النادي الاهلي السابق ومنتخب مصر، وايضا كان مدير فني النادي الاهلي ومنتخب مصر، ودلوقتي مدير قطاع الناشئين في النادي الاهلي. اهلا بك يا كابتن احمد. شرفنا. كابتن ممدوح، يمكن في البدايه زي ما تعودنا مع حضرتك طبعا وحضرتك استاذنا، يعني بنتكلم عن المباراه اهميتها في توقيت مهم، وضع الفرقتين في الدوري، يعني كلمنا جنرال للساده المشاهدين لو هم مش متابعين دوري الكره الطائره. اتفضل يا كابتن. في البدايه طبعا العزاء لكابتن جوهر نبيل في وفاه والده، فبالنيابه عن اسره الكره الطايره بنقدم واجب العزاء. الماتش النهارده من الماتشات اللي هيبدا صعوبه الدوري من اليوم، لان الماتشات الفرق الكبيره هتقابل بعضيها، نادي الاهلي مع نادي الجيش، والفرقتين دول كانوا في المربع الذهبي السنه اللي فاتت. النادي الاهلي البطل، الجيش كان في مركز ثالث السنه اللي فاتت، فبيعتبر ده اقوى لقاء في بداية النهائيات، لأن الماتشات اللي قبل كده تعتبر النادي الأهلي قادر إن هو يحافظ على اللقب. فالنهاردة هيبقى ماتش حاسم، النادي الأهلي إن شاء الله يكسب كده هيروح يستنى الزمالك. الزمالك متقدم عن الأهلي ببونت، فهنقدر إن شاء الله نروح وإحنا قريبين بونت واحد مع الزمالك، هتبدأ المنافسة تبقى جديدة. نادي الجيش مجموعه من الشباب، كابتن ابراهيم فخر الدين عامل مجموعه من الشباب اللي هم كانوا في منتخب مصر تحت 23 سنه، بيامل ان هو لحد وقتنا هذا بيكسب. فرق بينه وبين النادي الاهلي بونت واحد، خسر ماتش من الاتحاد السكندري اللي هو عامل فرقه السنه دي فرقه قويه برضه. صحيح. دي كانت مفاجاه بالنسبه لنا كلنا. فهنا هنقول ايه؟ ان الزمالك لحد وقتنا هذا ما قابلش الجيش، ما قابلش الاهلي برضه، ما خسرش الا يمكن نقطه واحده من نادي هليوبوليس، طلع ماتش 3-2. فالمنافسه جديده السنه دي، النهارده هتتحسم. نادي الجيش هيقابل الاهلي، بعد كده هيقابل الزمالك، بعد كده هيقابل سموحه، اللي هي الماتشات اللي هتحدد من واحد لاربعه نهائي البطوله. صحيح. فكابتن احمد، يمكن اجي لحضرتك، خلينا نتكلم عن اهميه المباراه. يمكن نادي الاهلي بيجي في المركز الثاني، بس في امور لازم نوضحها للساده المشاهدين. نظام الدوري ايه؟ يعني بنلعب رايح جاي ولا بيبقى شكله ازاي؟ وبعد كده مين بيتاهل؟ وطريقه حساب النقاط عشان بس الساده المشاهدين يبقوا متابعين معانا. هو يعني الدوري السنه دي كان زي برضو بقى له سنتين ثلاثه كده، ان هم 24 فريق بيقسموهم لاربع مجموعات، كل مجموعه ست فرق، بياخدوا الثلاثه الاوائل من كل مجموعه، يبقى بيعمل في الدور التمهيدي بيبقى دوري من دورين، بياخدوا الثلاثه الاوائل، بيبقوا 12 فرقه وبيلعبوا دور من دورين. يعني ال 12 فرقه بيلعبوا دور رايح جاي، مش بيتقسموا مجموعتين خلاص، بينضموا كلهم. لا خلاص، يبقى 12 فرقه وبيلعبوا بقى دوري رايح جاي احنا في الدور ال 12 فرقه رايح جاي، دي الجوله التاسعه فيه. ده الدور النهائي، دي الجوله التاسعه. دور التاسعه. طيب دلوقتي نادي الاهلي تلقى خساره واحده من بتروجيت، كانت نتيجه 3-2. كانت مفاجأة طبعا، أو يعني تعتبر من المفاجآت مش هتتكرر تاني إن شاء الله، يعني في النادي الأهلي يعني إن شاء الله. وخليني أقول لحضرتك إنه في نظام معمول في الاتحاد أو في نظام المسابقة بتاع الاتحاد الدوزي، الأكثر فوزا مش الأكثر نقاطا. الأكثر من نقاط. لا، عايزين نوضح دي، يعني أكثر فوزا في المباريات. عدد المباريات بتتحسب بالشوط ولا بتتحسب بالمباراة ولا بتتحسب بالنقاط؟ يعني الأول اللي بيكسب ياخد كام نقطة؟ بياخد 3 نقط لو 3-1 أو 3-0. تمام، ياخد 3 نقط. 3-2 الفريق اللي بيكسب بياخد نقطتين، والفريق الخسران بياخد نقطة. يعني تمام. يبقى 3-0 أو 3-1 بياخد 3 نقط، بياخد 3 نقاط، والخسران بياخد ما بياخدش حاجة، 0 نقاط. لو الخسران نجح ان ياخد شوطين بياخد نقطه، الفائز بياخد نقطتين، والخسران بياخد نقطه. فدي النقاط، دي طريقه حساب النقاط. انما الفوز بالدوري بتبقى على النقاط دي ولا على النقاط بالاشواط؟ لا، هو الاول بيشوف عدد الفوز،
يعني في اكتر فوز. اكتر فوز اه، وبعد كده لو تساوي وبيشوفوا بقى النقاط. النقاط اخبارها ايه؟ اه بعد كده لو تساوي برضو بيبقى اسمه الاشواط ما عليه وما عليه ليه اللي ليه وعلى ليه بيتحسب. جميل. يعني مثلا دلوقتي النادي الاهلي مثلا لعب نقول 12 مباراه يعني 11 ماتش 22 ماتش اه كسب 21 اللي وراه كسب 20 يبقى النادي الاهلي يفوز على خلاص. اه لا خلاص تساوي نروح للنقط اللي حضرتك قلت لنا عليها صح كده يا كابتن؟ يبقى احنا كده الساده المشاهدين عشان برضو حضراتكم تبقوا متابعين معانا، نظام الاتحاد الدولي للكره الطائره هو اللي حاطط النظام ده مش عندنا احنا في مصر. الاكثر فوزا بالمباريات هو اللي بيتوج مش بالنقاط. يعني ممكن تلاقي واحد كسبان او كسبان 21 مباراه بس نقاطه اقل من اللي كسبان 20 مباراه. ليه؟ عشان خد اشواط يعني جمع منه اشواط كتير بس في الاخر فاز، اذا هو البطل. فحضراتكم لازم تبقوا عارفين. وكمان يا كابتن بيتهيألي دلوقتي النادي الاهلي تلقى هزيمه واحده، فاز في كل المباريات، تلقى هزيمه واحده من طلائع الجيش من الوقت من البتروجيت يعني انا اسف من البتروجيت في نادي نادي الزمالك لم يتلقى هزيمه حتى الان اللي هو المنافسه معاه. لسه الزمالك برضه لسه عنده ماتشات قويه طبعا ولسه عندنا المواجهات المباشره دي بتبقى برضه مهمه جدا، هي اللي بتحسم اللقاء تقريبا اكيد او بتحسم الدوري. الدوري طبعا يعني هو بتبقى الاهلي والزمالك، وهيدخل بقى معاهم بعد كده سموحه، هيدخل طلع الجيش دلوقتي في يعني فرق يعني الاتحاد الاسكندري النهارده طيران خد شوط من 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 الزمالك. لا يعني الفرق حاليا اكثر استعدادا، ويمكن حصل انه كان في السنه اللي فاتت كان في بطوله 23 سنه نعم او 21 سنه فاتلغت، فعدد لعيبه من يعني حوالي ثلاث سنين ثلاث مراحل سنيه مشيوا من الانديه يعني اتفرقوا على الانديه، فدي عملت وفره في اللعيبه للانديه. صحيح صحيح طبعا طبعا لما بيبقى عندك صف ثاني وثالث ورابع بتبقى الدنيا اسهل بكتير. طيب خلينا المواجهات جاهزه يا جماعه نقدر نستعرضها؟ طيب خلينا طب خلينا لما يعني الامور تجهز هنستعرض بقى مع ايه كل الامور الخاصه بالفريق. طب كابتن خلينا نتكلم يعني ده كان نهائي الكاس يا كابتن، دي لقطات من ماتش نهائي الكاس السنه اللي فاتت اللي احنا زعناه على قناه النادي الاهلي، وكانت انتهت بفوز النادي الاهلي 3-0 صح يا كابتن مش كده؟ الحمد لله النادي الاهلي حصل على الدوري السنه اللي فاتت وحصل على بطوله كاس مصر، ويمكن حقق القاب كتيره واخد بالحضرتك الموسم الماضي بطوله عربيه السنه اللي فاتت واخد بالحضرتك. نتمنى السنه دي ان شاء الله ان احنا نحصل على الدوري وعلى الكاس وعلى بطوله افريقيا اللي هي هينظمها الاتحاد المصري لحد دلوقتي عارضها على اكثر من كذا ما حدش ابعت لحد وقتنا هذا. نادي بتروجيت يمكن المعلومه اللي انا وصلتني نادي بتروجيت عارض على مجلس ادارته ان هو ينظم بطوله افريقيا يستضيفها في مقابل ان هو هيدفع $50,000 رسوم وخبر حضرتك للاتحاد الافريقي. يعني نادي بتروجيت عرض على مجلس ادارته؟ مجلس ادارته الجهاز الفني متقدم ولسه ما خدوش قرار. مجلس اداره بتروجيت ما خدش قرار بالظبط. بس انا اللي اعرفه الخلاف في بطوله افريقيا دي احنا يمكن رحنا لها بدري شويه، الخلاف انه الاتحاد الافريقي طالب مبلغ كبير هو $50,000 والظروف دلوقتي زي ما حضرتك عارف طبعا كورونا والدنيا يعني بس هو يعني هو معتمده ان كم فريق هيجي في البطوله دي، لو عدد فرق اكبر بالنادي اللي هيستضيف بيحقق فيها مكاسب لانه بياخد مبلغ من كل لاعب يوميا. بس ده في اوقات بتكمل يا كابتن، ما انت مثلا لو الاقامه دفع $30 انت $30 ده ما يقعدوش في اوتيل خمس نجوم. لا هو مش 30 هو 50 دولار ماشي. $50 في اليوم بطوله عربيه ما تقعدكش يا كابتن في اوتيل خمس نجوم بطوله عربيه بتبقى $80 $80 لا بطوله عربيه عشان المستوى ولكن احنا بنتكلم على بطوله افريقيه $50 انت كنادي اهلي عشان تقعد لاعب ب $50 في اوتيل صعب هتضطر تكمل من جيبك. ده غير ايه المساحات، ده غير الاجراءات الاحترازيه، ده غير الفقاعه ان انت هتطلب فقاعه وحاجات الكلام ده كله. فطبعا انت تطلب مني الكلام ده وفي نفس الوقت هتدفع $50,000 بتهيألي صعبه. ده حقيقه ده حقيقه يعني كتير يعني احنا يعني قبل كده كان بطل افريقيا كان بيتاهل لبطوله العالم للانديه دلوقتي ابتدت برضو يعني يبعدوا بطل افريقيا فبقتش بقى بس يعني بس في اخبار يا كابتن بيقولوا البطوله دي النسخه دي قد يتاهل منها رجال وسيدات لبطوله العالم. يا ريت دي طبعا يا ريت نتمنى لا ما هو نتمنى كلنا بس حضراتكم سمعتوا حاجه موثقه او قريتوا حاجه موثقه من الاتحاد الدولي تقول ان احنا نروح لحد وقتنا لسه كله كلام شكل ما سمعناش لا ما سمعناش يعني طب ما دي ممكن تكون تسويق للبطوله يا ريت يعني انا بسرب حاجه من هنا وبسرب حاجه من هنا عشان ادي طبعا مش احنا انا بتكلم اتحاد افريقي
هو الاتحاد الافريقي طبعا يتمنى ان هي تنظم البطوله دي في مصر، وهو عامل حسابه ان شاء الله تنظمها، واذا ما كانش في أسوأ الفروض الاتحاد المصري هياخدها ينظمها، لان دي المفروض احنا بندعم الاتحاد الافريقي في بدايه مرحلته. بس انا كابتن حلتك. يعني معلش يعني اقطع حضرتك، انا طبعا ما عنديش معلومات اكيده يعني، بس انا المعلومات اللي متسربه لي من جوه ان حتى اتحاد الكره الطائره برضو يعني برضو هيبقى صعب ينظمها اللي جاي لي من جوه. اصل يعني هي اتحددت ميعادها من 31 مارس لحد 12/4، فخلاص في مصر. ما هو اتحدد ميعادها بس مش في مصر، ما هو مش لازم. امبارح يمكن من يومين خدوا قرار ان بطوله افريقيا للسيدات تونس خدتها. قريت انا عارف تونس راحت تونس خلاص خدتها من 16/5 لحد 28/5. خلاص اكيد دي خلاص قرار نهائي بالنسبه لبطوله السيدات. طب خلينا بعد اذنك كابتن نروح طبعا لمراسلنا شريف شعبان من ارض الملعب، يمكن ينقل لنا الاجواء ولنا الاستعدادات للمباراه. اتفضل يا شريف. كابتن هيثم تحياتي لحضرتك ولضيوفك الكبار الكابتن احمد زكريا والكابتن ممدوح اسماعيل ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. بالفعل يمكن في صاله الامير عبد الله الفيصل، وقبل لقاء مهم جدا في الجوله التاسعه طبعا دوري رجال لكره الطائره، فريق النادي الاهلي مع فريق طلائع الجيش. يمكن الصاله بتستعد الان لاستقبال هذه المباراه. يمكن منذ حوالي 10 دقائق كان في تمرين الهاندبول الفريق الاول ولسه منتهي منه طبعا الفريق، الآن بيتم تجهيز الصالة لهذا اللقاء. طبعا الأهلي لعب 7 مباريات، فاز في 6 وهزم في مباراة واحدة، وعنده من النقاط 19 نقطة. يمكن طلائع الجيش لعب أيضا 7 مباريات، فاز في 6 وهزم في مباراة وعنده 18 نقطة. يمكن لو اتكلمنا عن الأجواء العامة في النادي الأهلي من أول مدخل النادي الأهلي في مقر طبعا الجزيرة، الكمامة والإجراءات الاحترازية حرصا على سلامة كل المتواجدين في النادي الاهلي من وباء كورونا. يا رب يسلم كل اعضاء النادي الاهلي والشعب المصري اجمعين باذن الله، وباذن الله النهارده يكون يوم موفق للنادي الاهلي ونفوز على فريق كبير هو فريق طلائع الجيش. يمكن فريق طلائع الجيش منذ قليل دخل صاله الامير عبد الله فيصل وكان بيشوف ارضيه الملعب وذهبوا الى غرفه الملابس مره اخرى. طبعا القياده الفنيه لفريق النادي الاهلي الكابتن محمد مصلحي، والقياده الفنيه لفريق طلائع الجيش الكابتن ابراهيم فخر الدين. يا رب باذن الله يكون يوم جميل لكل جماهير النادي الاهلي ونفوز على فريق كبير هو فريق طلائع الجيش. عوده ليك من جديد كابتن هيثم، اتفضل. الزميل شريف شعبان بشكرك شكرا جزيلا، اكيد هنرجع لك تاني في وقت التسخين ونعرف لو في لقاءات نقدر ناخدها من الاجهزه الفنيه او اللاعبين، اكيد هنرجع لك تاني يا شريف. متهيألي يا كابتن يعني فتره كافيه ما بين تمرين اليد وانا شايف الاستعدادات للصاله ان هي تبتدي تستعد لاستقبال اللاعبين والاجهزه الفنيه، واللي اعرفه ان المباراه من غير جمهور. لا، هو التسخين النموذجي حوالي 45 دقيقه، فبتملي بيبقى اللعيبه جاهزه من غرفه الملابس، بيبقى الدكتور شاف شغله، العلاج الطبيعي شاف شغله، المدلك شاف شغله، كل التجهيزات دي بتتم من خلال الفندق ومن خلال غرفه الملابس، بيخشوا يسخنوا في الملعب 45 دقيقه قبل بدايه المباراه. وخلينا النهارده برضو يعني التلميذ والاستاذ لقاء العمالقه كابتن محمد مصلحي طبعا تلميذ ابن كابتن ابراهيم فخر الدين، ويمكن ده تاني لقاء السنه دي، يعني في سنه يعني كان في لقاء في اخر 2020 اللي هو كان اللي احنا كنا عرضنا منه لقطات اللي هو كان نهائي الكاس، والنهارده برضو بيتقابلوا الاستاذ والتلميذ. ايه الاخبار يا طبعا الكابتن ابراهيم نموذج منفرد في مصر، لان هو عمل اجيال، يمكن كابتن احمد زكريا من ضمن الناس اللي اشتغلت معاه، كابتن ابراهيم يعني وانا برضه اشتغلت مع كابتن ابراهيم 6 سنين يعني، وكابتن محمد مصلحي برضه اخبار حياتك، يمكن كلنا بنتعلم منه، يمكن هو من اول من دخل الداتا فولي مصر، وكنا بنقعد جنبه نشوف هو بيعمل ايه وبنحاول اخبارك نتعلم منه. النهارده الماتش صعب، هو عامل مجموعه من الشباب واخد لعيبه من منتخب 23 سنه وفي لعيبه راحت من الاهلي، في لاعب فريق جديد، يمكن اللاعب اللي حضرتك بتتكلم عليه عمر اكرم، الولد دوت كان من المعدين الموهوبين في النادي الاهلي، وخامته زي خامه عبد الله عبد السلام واحمد قطب في بدايته ان هو كان معد، دلوقتي كابتن ابراهيم قلبه ضارب، بس لحظه النهارده عرفت ان هو مش موجود في القائمه لانه مصاب. نتمنى له طبعا الشفاء العاجل، يعني عمر من اللعيبه الممتازه واللي كانوا صاعدين يعني ليهم مستقبل، بس هو حظه يعني العسر ان هو مين بيلعب في النادي الاهلي؟ عبد الله عبد السلام وحسام يوسف واخبار حضرتك، فاثنين من اللعيبه اللي هو صعب بس العمر ليه ان شاء الله، فهو طلع عرى سنه وبعد كده لنادي الطيران وبعد كده راح لنادي الجيش،
فنتمنى له العودة بسرعة إن شاء الله. إن شاء الله كابتن. خلينا هنستعرض طبعا أمور كتيرة ونستعرض مواجهة الفريقين ونستعرض الأسامي، بس خلينا على فاصل أعزائي المشاهدين. هنطلع لفاصل سريع ونرجع بعد الفاصل عشان نلقي الضوء على معلومات أكتر عن الفريقين، ولكن بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد. بفكركم تاني، إحنا إن شاء الله بعد نص ساعة تقريبا هنذيع مباراة طلائع الجيش أو مباراة النادي الأهلي صاحب الأرض وطلائع الجيش في الكرة الطائرة الرجال في الجولة التاسعة. ده الكلام ده هيكون الساعة 5 بالثانية إن شاء الله. الساعة 8:30 عندنا مباراة كرة السلة، نادي الأهلي صاحب الملعب والجمهور أيضا، وما فيش جمهور خلاص صاحب الأرض، وأيضا الاتحاد السكندري، مباراة مهمة للعبتين والفرقتين. وبفكركم اللي مش قادر يتفرج على المباراتين على شاشتنا، المباراتين هيتذاعوا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى قناتنا على اليوتيوب، تقدر تتابع هنا أو هنا. كابتن أحمد أجل حضرتك، يمكن محتاجين برضو نستعرض مع السادة المشاهدين مواجهات الأهلي وطلائع الجيش الموسم الماضي. اتفضل كابتن. هو الموسم الماضي كانت قبله طبعا مرتين في نهايات الدوري، في الأهلي في الدور الأولاني كسب 3-1، وبرضو في الدور الثاني كسب نفس النتيجة 3-1. وبتقابله في نهائي الكاس والاهلي كسب 3-0 في نهائي الكاس. يعني دول اخر ثلاث مواجهات، اخر مواجهات العام الماضي يعني. والدور الدوري الممتاز اللي هو كان الرايح جاي اللي هم اتلعبوا، اللي هم كانوا اربع مواجهات، من 1-12. فكان فوز 3-1 رائع. اذا النتائج كلها رايحه ناحيه النادي الاهلي. طبعا النادي الاهلي ان شاء الله. طيب اجل حضرتك يا كابتن، يمكن محتاجين نستعرض مشوار النادي الاهلي ان شاء الله. اتفضل يا كابتن. يمكن مشوار النادي الأهلي في نهائيات الدوري العام السنة دي، الجولة الأولى كانت فوز على نادي سموحة 3-0، الجولة الثانية كانت الخسارة من أمام بتروجيت وكانت دي مفاجأة 3-2. خليني بس يا كابتن نقول دي لقطات حية من أرض الملعب. اتفضل. وطبعا الفرقتين نزلوا وزي ما حضرتك قلت فعلا 45 دقيقة بداية تقريبا لتسخين هي فتره كافيه، والفريقين نزلوا وبدات عمليه الاحماء، ودي لقطات حيه من ارض الملعب. انا اسف يا كابتن مقاطعه حضرتك، اتفضل يا كابتن ممدوح. هنروح للجوله الثالثه، الفوز على نادي هليوبلس 3-0. الجوله الرابعه مباراه مؤجله مع الترسانه وكانت حدد لها يوم الاربعاء القادم، بس برضه نفس الحكايه اتاجلت لبعد النهائي مع الزمالك في نهايه الدور الاول. ليه يا كابتن اتاجلت؟ ليه اتاجلت؟ لان النادي الاهلي طلب يبقى الفرصه متساويه مع نادي الزمالك. النهارده لعب الزمالك، هيلعب الجمعه، هيلعبوا يوم الاثنين، ما يتحطليش ماتش متاجل يوم الاربعاء القادم. هيبقى بالنسبه لي لعبت ماتش زياده عن نادي الزمالك، فده من الاتحاد عايز برضه يقدم تكافؤ الفرص وتبقى النتيجة عادلة، فأجرحها للمرحلة بتاعت الترسانة لبعد ماتش الزمالك إن شاء الله. وده طلب مشروع، لأنه أنت كنت هتلعب أربع مباريات في أسبوع. دي حقيقة. هتلعب النهاردة، هتلعب الأربع الترسانة، هتلعب الجمعة مع طهران باين، وهتلعب يوم الاثنين القناة، أنا آسف، هتلعب الجمعة مع القناة، والمباراة اللي بعديها اللي هي يوم الاثنين الزمالك. فكده هتلعب أربع مباريات في أسبوع، مش هيبقى فيه تكافؤ فرص، صح؟ دي حقيقة. صحيح. تمام. دي حقيقة. نروح للجولة الخامسة، الفوز على نادي سبورتنج 3-0. الجولة السادسة، الفوز على الداخلية 3-0. الجولة السابعة الفوز على الطيران 3-0. الجولة الثامنة الفوز على الاتحاد السكندري 3-0، بس كانت نتيجة الأشواط مع النادي الاتحاد كانت كلها متقاربة. 25-23 25-21 25-22. شفت النتائج واستعرضتها امبارح في حلقتنا الأبطال. كده النادي الأهلي عنده 19 نقطة، فرق بينه وبين نادي الزمالك 4 بونت، وليه مباراة مؤجلة اللي هي بتاعت الترسانة اللي احنا أشرنا ليها، وبعد ان شاء الله مكسب مباراه الترسانه هيبقى الفرق بونت واحد، متوقفه بقى على لقاء الاهلي والزمالك هيترتب عليه مين البطل في نهائي الدور الاول. الدور الاول بس خليني اقول لك من تحليلنا للمشوار كده يا كابتن، النادي الاهلي مستواه ثابت، مستواه مرتفع، هي بس التعثر الوحيد اللي حصل امام بتروجيت، ويستطيع استدراكه. يعني اقدر اقول لك ان انت لسه عندك الفرصه. هو الولاد حسوا طبعا بغلطتهم في ماتش بتروجيت، ان هم كانوا كسبانينهم في الادوار التمهيديه ماتشين ورا بعض. صحيح. فكان الماتش المفروض وان سايد جيم، للاسف خسروا الشوط الاولاني، الماتش مشي ايكوال، كابتن محمد رجع الفريق الاساسي تاني، وخبحتك كسبنا شوط تعادلنا 1-1، الشوط الثالث كنا كسبانين 2-1، الرابع والخامس للاسف كانت اللعيبه مش موفقه وخسرنا الماتش ده بطريقه عادي جدا. مفيش مشكله كابتن، ودي كبوه لاي فرقه، يعني اي فرقه ان شاء الله نتداركها، بس هم اتزنقنا احنا واخبار حياتك في في اللقاء اللي جاي مع الزمالك. كان فرصه ان انت تكسب الزمالك تبقى خلاص الماتش الثاني ملوش اي اعتبار، انما كده انت لازم تكسب الزمالك ماتشين. والجميل يا كابتن ان الجمهور ساند الفريق بشكل رهيب، يعني الفريق ده اللي طالما اسعد جمهور النادي الاهلي
لقينا بقى حتى بعد الخساره من بتروجيت مسانده جماهيريه غير طبيعيه. دي حقيقه انا حسيتها من كل المواقع، ان جماهير النادي الاهلي عارفه طبعا رجال النادي الاهلي للكره الطيبه اصحاب انجازات طويله عريضه من مواسم سابقه، محققين القاب كبيره، داخلين موسوعه جينيس للالقاب وخبر حياتك، معاهم نجوم وكوكبه من اللعيبه زي عبد الله عبد السلام واحمد صلاح ومحمد عادل وعبد الحليم عب واحمد سعيد، مجموعه بصراحه بقى لهم كام سنه بيلعبوا مع بعض، فمحققين انجازات كبيره كبيره جدا جدا. طب يا كابتن خلينا نروح لكابتن احمد ومشوار طلائع الجيش ونحلل برضو نتائجه، اتفضل يا كابتن احمد. يعني الجيش في الجوله الاولى فازوا على بتروجيت 3-2، طبعا بتروجيت عمل جيم كويس، فاز علينا وخسر من طلائع الجيش 3-2، برضو مباراه عمل مباراه كبيره. وبعدين فاز على نادي هليوبلس 3-0، في الجوله الثالثه فاز على ترسانه 3-0، الجوله الرابعه فاز على سبورتنج 3-1، الجوله الخامسه فاز على الداخليه 3-0، عنده مباراه مؤجله مع نادي الطيران في الجوله السادسه، والجوله السابعه خسر من الاتحاد 3-2. الاتحاد الاسكندري كسب طلائع الجيش، عنده بقى فرقه الماتش كان في صاله كمال شلبي بيتهيألي في الشاطبي صح؟ يعني فرقه بقت هو يعني قدر يستقطب لعيبه كتيره قوي من النادي سموحه والنادي، فهم يعني عاملين فرقه كويسه والجوله الثامنه كسب القناه 3-0 وليه 18 نقطه وعنده مباراه مؤجله. ده انا عايز اقول لحضرتك بيبلغوني انه الخساره بتاعه طلائع الجيش من الاتحاد الاسكندري كانت هنا، كانت في القاهره. مشيت البكري اللي هو طبعا جهاز الرياضه العسكري، هو خسارة كانت هنا، فدي اللي كانت مفاجاه كبيره جدا. كان الاتحاد كسبان 2-0 وبعد التعادل 2-2 والاتحاد كسب 3-2. يعني الجوله الثامنه كانت القناه 3-0 رغم انه رصيده 18 نقطه وعنده مباراه مؤجله، هيبقى مثلا لو كسب هيبقى 21 نقطه، هيبقى متساوي تقريبا مع بس هو خسر مباراه واحده زينا، بس هو عنده طبعا لسه عنده ماتشات قويه عنده، بس حتى الان هو يعتبر يعني هو زينا في ترتيبنا الجدول، لما يصار الجدول بتهيألي هيبقى زينا لانه خسر مباراه وعنده ماتش مؤجل، فرق نقطه واحده بين النادي الاهلي وطلائع الجيش. بس هو الترتيب في الدوري بيبقى بالفوز طبعا، فهو كده كسبان كل ماتشاته وخسر مباراه زيه زي النادي، بس خسر يعني في يعني نقطه من نادي هليوبلس وبرده خسر نقطتين من نادي الاتحاد يعني. صحيح. طيب كابتن ممدوح اجل حضرتك جدول ترتيب الدوري الممتاز لرجال الكره الطائره، خلينا نستعرضه كده مع حضرتك ونشوف طبعا النقطه اللي احنا بنقول عليها اللي هي الفوز والنقاط وايه الاختلاف فيها. اتفضل يا كابتن. هو طبعا الزمالك هنا متصدر الدور الاول من الادوار النهائيه، لعب 8 ماتشات فاز في الثمانيه، ليه 24 نقطه، ليه 24 شوط عليه 3 اشواط، النقاط 23. النادي الاهلي لعب 7 ماتشات ليه مباراه مؤجله مع نادي الترسانه زي ما قلنا، فاز في 6 خسر في مباراه، ليه 20 شوط عليه 3 اشواط، ليه 19 نقطه وترتيبه دلوقتي حاليا 19 نقطه المركز الثاني. طلائع الجيش في المركز الثالث ليه لعب 7 مباريات كسب في 6 خسر مباراه اللي هي مع الاتحاد السكندري، ليه 20 شوط عليه 6 اشواط ليه 18 نقطه وليه مباراة مؤجلة. نادي سموحة في المركز الرابع لعب 8 مباريات كسب في 6 وخسر في 2 ليه 18 شوط عليه 10 أشواط ليه 18 نقطة متساوي مع طلائع الجيش. الاتحاد السكندري لعب 8 مباريات كسب في 6 خسر في 2 ليه 20 شوط عليه 12 شوط ليه 17 نقطة. استاذنك يا كابتن عايزين نوضح للساده المشاهدين بقى هنا النقطة أو التريك فين؟ من المركز اللي هو الثاني اللي هو النادي الاهلي وطلائع الجيش وسموحه والاتحاد السكندري، الاربع فرق دول فايزين في 6 مباريات متساويين مع بعض في الفوز. رحت انا رايح على طول على الايه؟ على النقاط. مرتبهم حسب النقاط. طيب عندنا هنا طلائع الجيش وسموحه متساويين في النقاط، رحت على الاشواط اللي ليا. الاشواط تمام؟ لقيتهم تساووا اروح على الاشواط اللي عليا. بالظبط. يبقى هو ده الترتيب بتاع انا حبيت بس بيقسم إيه؟ عدد النقاط ملهاش دعوه ليه كام شوط هو معلوش كام شوط. امال بيقسم على ايه؟ بيقسم عدد النقط اللي جابها في جميع الاشواط اللي لعبها على مدار الادوار النهائيه على عدد النقط اللي خسرها. بيطلع له نسبه 1.3 مثلا، يبقى اللي طلع 1.2 هو الاول. هو لا اللي قبليه قبل واخد بالك 1.3. تمام. هنا النقط اللي هي كسبها ملوش دعوه عدد اشواط كام او خسر كام. النقط اللي جابها على النقط اللي خسرها. بس هقول لحضرتك حاجه، النظام ده عادي.
طبعا النظام ده اكتر عدلا من انت باللي جمع نقاط يكسب. هو بيطبق النظام ده في الاتحاد الدولي في البطولات العالميه، فبالتالي دي حاجه كويسه ان احنا بدانا نشوف الدول الكبرى والاتحاد الدولي بيعمل ايه وبقينا ننفذ. بس خلي بال حضرتك ده ما ينفعش يطبق في الطايره بس. طب خلينا نستعرض، اتفضل يا كابتن، خلينا دلوقتي خلاص احنا نخش على بتروجيت. بتروجيت المركز السادس، لعب 8 ماتشات، لعب كسب 4 خسر 4 رغم مكسبه للنادي الاهلي، وكان الناس كلها متوقعه ان هو يحقق نتائج كويسه، قعد يخسر 3 ماتشات ورا بعضيها، وقالوا لعنه الاهلي ان هو كسب النادي الاهلي وبس، رجع يكسب تاني وحقق نتائج كويسه، وبحصل 13 نقطه وهو ليه 16 شوط وعليه 16 شوط متساوي هنا. وهنا المنافسه شرسه بين الاتحاد السكندري وبتروجيت تقريبا كده على الخامس والسادس، الا حصل مفاجآت بقى في الدور الثاني. يعني دي خبره سنين الواحد بيتوقع وشوف مستوى الفرق ايه. ف الطيران يجي في المركز السابع، تمام، لعب 7 ماتشات لمباراه مؤجله، كسب 3 خسر 4، ليه 13 شوط عليه 15 شوط، ليه 9 بونت. نادي الترسانه لمباراه مؤجله مع النادي الاهلي، كسب ماتشين خسر 5، ليه 8 اشواط عليه 16، ليه 6 بونت. نادي سبورتنج مركز التاسع، لعب 8 مباريات، كسب ماتشين خسر 6، ليه 9 اشواط عليه 22 بونت، ليه 4 بونت. نادي هليوبلس، وهنا لما نبص لعدد النقاط بتاعت نادي هليوبلس 5، ليه نادي هليوبلس جه العاشر ونادي سبورتنج 4 بونت ليه جه التاسع؟ هنا بقى الاتحاد اللي هو حسب القانون الدولي ان عدد المباريات اللي فاز فيها هي بتبقى الاول قبل عدد النقاط. تمام. نادي الداخليه ال 11 لعب 8، كسب مباراه، خسر 7، ليه 7 اشواط، عليه 22 شوط، ليه 4 بونت. نادي القناه في المركز ال 12 لعب 8 ماتشات، كسب مباراه، خسر 7، ليه 7 اشواط، عليه 23 شوط، عنده بونتين. تمام يا كابتن، تسلم ايدك. خلينا استاذن حضراتكم نروح لمراسلنا من ارض ملعب شريف شعبان ولقاء مع تامر مجدي او كابتن تامر مجدي تايجر، المدرب العام للفريق الاول لكره الطائره بالنادي الاهلي. اتفضل يا شريف. من جديد بجد حياة كابتن هيثم ولضيوفك ولكل مشاهدينا. طبعا معي الكابتن تامر مجدي تايجر، زي ما كابتن هيثم بيقول مدرب نادي الاهلي، مدرب عام نادي الاهلي. بنقول لك الاول بالتوفيق النهارده، وباذن الله تعمل مباراه كويسه جدا مع فريق طلائع الجيش، ولكن في الاول وفي الاخر مباراه قويه جدا، مباراه صعبه على فريق نادي الاهلي اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. خليني الاول امسي على ضيوفنا واساتذتنا اللي في الاستوديو، كابتن هيثم طبعا اللي قريب هيسيب الباسكت خالص ويبقى معانا ان شاء الله في الفولي من كتر ما الفرقه يعني وحبها ليه باذن، وكابتن احمد زكريا طبعا وكابتن ممدوح اسماعيل. زي ما حضرتك شرحت طبعا مباراه طلائع الجيش بتبقى ليها اهميه خاصه برضو لا تقل عن مباراه الزمالك، مباراه القمه، وده بسبب ان في 2-3 لعيبه من نادي طلائع الجيش كانوا في الاهلي، وكان عبد الله عبد السلام واحمد صلاح كانوا هناك في طلائع الجيش، فتقريبا اللعيبه حافظه بعضها مع كابتننا طبعا وكابتن مصر كابتن ابراهيم فخر الدين، مدرب كويس جدا هناك. والسنه دي حاليا اللعيبه هناك اعمارها كويسه واعمارها صغيره ولعيبه كويسه وعاوزه تعمل حاجه السنه دي، بعد انتقال 3-4 لعيبه هناك من نادي الطيران ونادي الزمالك وعصران وتايسون. الحقيقه طلائع الجيش يمتاز بلعيبه كويسه السنه دي، وربنا يوفقنا ان شاء الله ونقدم مباراه كويسه تليق بالفولي في مصر، ويبقى النادي الاهلي ان شاء الله حليف الحظ فيها ان شاء الله. داخلين اللقاء عندنا غيابات، عندنا اصابات لا قدر الله ولا مفيش؟ لا الحمد لله احنا الفرقه فول تيم، ما عندناش اي اصابات الحمد لله، جاهزين عاملين محاضره كويس، مذاكرين اللعيبه هناك بقالنا فتره بنحضر للماتش، وربنا يسهل ان شاء الله. ماشيين كويس، وفي مفاجاه من المفاجآت هو منهزم من فريق بتروجيت. طبعا معترضنا في بتروجيت فريق قوي وكل حاجه، ولكن كان مفاجاه في الفولي ان الاهلي يهزم من بتروجيت. كل احترامنا طبعا لفريق بتروجيت، انا مش هدي لحضرتك مبررات على خساره، ده طبيعي لجماهير النادي الاهلي، والنادي الاهلي متعوده دايما فرقه الفولي ان هي بتكسب على طول ماتشات، بس هي كانت بدايه نهائيات الدوري، احنا كنا لعبنا بتروجيت ماتشين قبليها في المجموعه، ربنا كرمنا وكسبنا فيهم، ولكن الماتش الثالث ده كان بعد توقف، بعد زي ما الناس عارفه الفرقه مرت بكورونا، مع بال ما ابتدينا نلم الناس والفرقه ترجع تجهز تاني الوقت ما سعفناش،
والماتش كان له ظروف خاصه، الحمد لله يعني تفادينا الاخطاء وان شاء الله شغالين على باقي الماتشات. الحمد لله داخلين اللقاء الحمد لله بدون غيابات. الحمد لله بدون غيابات وكل الفرقه كلها جاهزه وباذن الله ان شاء الله ربنا يكرمنا. توفيق باذن الله نبارك لك بعد الماتش باذن الله. ان شاء الله اشكرك. شكرا للناس الاستاذ. شكرا. كابتن هيثم ده كان لقاءنا طبعا مع الكابتن تايجر المدرب العام لفريق النادي الاهلي، ويا رب باذن الله يكون الفوز اليوم من نصيب النادي الاهلي. عودي لك من جديد. اتفضل. شريف شعبان مراسلنا من ارض الملعب بشكرك شكرا جزيلا. يمكن لقائك كان مع كابتن تامر مجدي تايجر المدرب العام، طمنا على الفرقه، الفرقه جاهزه وان شاء الله زي ما قلت لحضراتكم ان الجهاز الفني يعني رافع درجه الاستعداد القصوى لانه عارف ان الاسبوع ده اسبوع مهم في مشوار الدوري. كابتن احمد اجل حضرتك يمكن محتاجين نستعرض مع الساده المشاهدين الجهاز الفني طبعا لطائره رجال الاهلي. اتفضل يا كابتن. وطبعا المدير الفني الكابتن محمد مصلحي، وبعدين المدير الاداري اللي هو خالد ابو زينه، وبعدين يجي المدرب العام هو الكابتن تامر مجدي اللي كان موجود معانا دلوقتي، مدرب الكابتن محمود جمعه وبرده كان لاعب في النادي الاهلي ولاعب لي يعني شان كويس، فهو صحيح يعني جهاز محترم طبعا الجهاز الفني. يجي بعد كده الدكتور ايهاب فخر الدين ده الطبيب البشري بتاع طبعا الفريق. يجي الدكتور سامح ظلام العلاج الطبيعي وبرده ده يعني مكسب للنادي الاهلي وجوده. الدكتور حسن عبد المجيد مخطط احمال، وبعدين الاداري الفريق ايمن علي، واحمد سعيد المحلل التقني بتاع السكاوتنج بتاع الفريق. من اهم العناصر في الجهاز الفني. طبعا المحلل الفني بيبقى مهم هو جدا. ده اللي بيبقى المدير الفني بياخد منه الداتا اللي يقدر بناء عليها ياخد قراره. تمام. في عبد الرحمن مكي المدلك وفي احمد رشاد المهمات يعني. تمام. يمكن برضو الجهاز الفني النادي الاهلي يا كابتن احمد يعني دايما بعلق على ده، في تخصصيه في طبعا في تخصصيه في الـ في الـ في الـ في الواجبات، وما شاء الله جهاز محترم جدا طبعا عشان كده الفرقه ما شاء الله يعني ان شاء الله نتمنى لهم التوفيق النهارده. كابتن ممدوح يمكن اجي لحضرتك محتاجين نستعرض الجهاز الفني لطائره رجال طلائع الجيش. اتفضل يا كابتن. عميد محمد صادق رئيس جهاز، كابتن ابراهيم فخر الدين مدير فني، كابتن هاني فكري مدير اداري، كابتن محمد بخيت مدرب عام، كابتن محمود الوزير مساعد مدرب، الدكتور احمد مسعد ابو زيد طبيب، الدكتور ايهاب طنطاوي علاج طبيعي، الدكتور محمد عبد المحسن مخطط احمال، كابتن هاني السيد اداري، كابتن عبدو بحراوي محلل تقني، كابتن محمد طاهر اخصائي تدليك، رمضان روميو مهمات. برضه نفس الكلام يمكن كابتن ابراهيم فخر الدين طبعاً. طبعا استاذنا واستاذ اجيال كبيره جدا جدا نفس التخصصيه دي حقيقه. ويمكن كابتن ابراهيم عمل اجيال من المدربين، والمدربين دلوقتي لكل واحد قائد فريق زي النادي الاهلي، و من ضمن الناس اللي هو دخل العنصر التقني عشان يشرح وخبر حضرتك ويسجل كل الاحصائيات في الملعب، ويفضل يتكلم مع اللاعبين ويبدا يشوف نقط الضعف ونقط القوه ويشوف الفيديوهات، ومدخل اجهزه زي رادار وسرعه الكره للاعب ويشتغل على العنصر البدني عشان يزود السرعه. يمكن كان اللاعب في شاشه في بتحط في الصاله اللاعب يشوت ويجري يشوف نفسه عشان يشوف خطاه ايه ويبدا يصلحه وهو بيتمرن. يمكن انا افهم من كلام حضرتك ان كابتن ابراهيم فخر الدين ادخل العنصر العلمي طبعا مع الجهاز الفني. بس خلينا نطلع لفاصل يا كابتن استاذ حضرتك. نطلع لفاصل سريع ونرجع نستعرض مع حضراتكم طبعا قوائم الفرقتين واللعيبه والاجانب كمان المحترفين وخاصه المحترف بتاعنا، وهنتكلم بالتفصيل ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، وبنفكركم تاني النهارده عندنا يوم مزدحم بالاحداث الرياضيه الشيقه. هيكون عندنا كمان ربع ساعه بالظبط او ثلث ساعه مباراه النادي الاهلي وطلائع الجيش في كره الطائره رجال، وبتقام على صاله الامير عبد الله الفيصل بمقر النادي الاهلي بالجزيره. وخلينا اقول لحضراتكم ان ده الجوله التاسعه، مباراه مهمه جدا جدا. الساعه 8:30 هيكون عندنا مباراه في كره السله رجال، الاهلي بيستضيف الاتحاد السكندري، مباراه مهمه محتاجين طبعا نطمن على الفرقه وان شاء الله ربنا يكرمنا ونفوز النهارده في السله ونصحح مسار الفريق ان شاء الله. خلينا ارجع لضيوفي طبعا. كابتن ممدوح يمكن محتاجين نستعرض قائمه النادي الاهلي، وبعد ما نستعرضها عايزين نتكلم عن المحترف لانه تم تغيير المحترف يعني اكتر من مره، ومحتاجين نتكلم على كرازيمير جورجيف شويه. معانا كمان اثنين محترفين طيب، وريموند سيزيتو، خلينا نتكلم عليهم بس بعد ما نستعرض القائمه. اتفضل يا كابتن. ماشي فندم. قائمه طائره رجال الاهلي: عبد الله عبد السلام
كابتن الفريق رقم 2 معد، احمد صلاح رقم 4 مركز 2، عبد الحليم عبو مركز 3، محمود رؤوف رقم 7 ضارب مركز 4، محمد معوض رقم 9 ليبرو، محمد عادل رقم 10 سنتر بلوك رقم مركز 3، احمد عبد العال رقم 11 ضارب مركز 4، حسام يوسف رقم 12 معد وصانع العاب، ريموند سيزيتو رقم 13 المحترف من مركز 4، احمد قطب رقم 15 مركز 2، محمد رمضان رقم 17 ليبرو، احمد سعيد رقم 18 ضارب مركز 4، عبد الرحمن سعودي اللي دخل اخيرا النهارده وخبرك مركز 3 بدل كابتن عبد اللطيف عثمان في مركز 3. توفيق للنادي الاهلي. لا حضرتك نسيت كراسيمير جورجيف اللاعب البلغاري المحترف الثاني. وانا دوت ما اخليه في الاخر يمكن علشان كابتن محمد مسلحي جابه يمكن من شهر لما لقى حس ان عبد الرحمن سعودي مصاب وحس ان عبد الحليم عبو كان عنده مشكله في القطنيه. يمكن دي مصادفه جميله جدا ان اللعيبه في مصر تملي عايزه منافسه. فمجرد ما المحترف جه لقينا مركز 3 بيتمرنوا بجديه جدا وبقى مين اللي هيخرج بره. بس كرازيمير لعب. ما هو لعب وبيلعب اساسي. عبد الحليم عبو بعد ما كان مصاب النهارده رجع وبقى مركب اجنحه. دي حقيقه. عبد الرحمن سعودي نفس القصه. المنافسه الشريفه يا كابتن محدش يزعل منها. هروح لكابتن احمد زكريا. يا كابتن محتاجين نستعرض قائمه طبعا نادي طلائع الجيش المحترم. اتفضل يا كابتن. هو طبعا طلائع الجيش ما عندهمش لعيبه محترفين. تمام. يمكن كان قبل كده برضو كان طلع الجيش كان بيعتمد على اللعيبه المحترفين زي كل معظم اللي كان فرق بتحاول تنافس على الدوري. فهو يعني كلهم شباب. تمام. وكلهم تمام. يعني زي كابتن مضوح كل فرقه 23 سنه بتوع ما شاء الله. يمكن الفرقه كلها متجدده. يمكن هو الوحيد الموجود هو عمر نجيب تايسون. هو الوحيد ده الاقزم واحد ويعتبر هو يعني اصغر يعني يعتبر اكبر واحد عنده حوالي 30 سنه. هو كابتن الفريق كمان. هو كابتن الفريق ويمكن يعتبر يعني ده اكبر واحد في الفريق يعني. تمام. فهو يبتدي احمد صابر معد طبعا معد الفريق. تمام. وده كان لاعب برضه منتخب ال 23 سنه. في عبد الرحمن سعيد رقم 2 برضه ده مركز 3 وده برضه كان لاعب منتخب وكلهم صغيرين في السن يعني كلهم. في عمرو تامر موسى رقم 4 ضارب مركز 2، شهاب الدين نبيل طارق رقم 5 ضارب من مركز 4، محمد جمال عصران رقم 9 ضارب من مركز 4، محمد محمود ابراهيم عفيفي رقم 10 وده سنتر بلوك مركز 3، في عبد المنعم محمد عبد المنعم رقم 11 يعني ما يعني جديد ضارب من مركز 4. لا ضارب يعني من بالنسبه لي ضارب من مركز 4. في عمر نجيب تايسون طبعا المعليه والرقم 14 وده لاعب منتخب مصر ويعني لاعب اساسي طبعا. هو ضارب مركز 4. في محمد عمرو رجب البيومي رقم 15 ده ضارب المركز 2 في مصطفى جابر عبد السلام ابن الكابتن جابر عبد السلام ده رقم 16 وده المعد الفريق. تمام. في عمر ايهاب امين رقم 17 ده ضارب المركز 4 بس هو بيلعب يعني جوكر ما شاء الله لاعب كويس. شباب برضه يا كابتن. شباب كلهم يعني 23 سنه 24 سنه كلهم. بعدين في خالد محمد ابراهيم ابو سيف رقم 18 ليبرو الفريق. في يحيى شعبان احمد موسى رقم 20 وده ليبرو برضه فريق ليبرو الثاني. في يوسف اشرف محمد محمود رقم 24 ضارب من مركز 4. تاني برضه يا كابتن يعني الدفع بمجموعه من الشباب كابتن ابراهيم فخر الدين ده بيأدي يعني خدمه جليله جدا للمنتخب. طبعا طبعا يعني دفع الفريق زي ده شاب يلعب ماتشات بالمستوى ده ومن غير اجانب كمان. من غير اجانب طبعا. هو ده الكابتن ابراهيم يعني بيحب يعني هو يبقى عنده لعيبه جاهزه لعيبه صغير في السن تقدر تتمرن
هو اللي بيعمل النجم، هو مش عايز نجوم. كابتن ابراهيم طول عمره كابتن ابراهيم يعني هو بيفضل ان هو يصنع النجوم يعني. خليني اقول لك كابتن، هو المشرف لعمل المنتخبات ايضا صح؟ هو المشرف حاليا، هو اللي كان مشرف على المنتخب اللي فات اللي فاز ببطوله افريقيا ونقلنا طبعا نهائي على شرق النادي الاول. كابتن ابراهيم طبعا يعني من النجوم القلائل يعني، يعتبر من يعني اسم يعني رقم واحد في مصر من فتره كبيره قوي يعني كابتن ابراهيم يعني. طيب قول لي يا كابتن، احنا كده استعرضنا فنيا والاسامي اللعيبه وقوائم وكل شيء، توقعات حضرتك المباراه تمشي ازاي؟ هو طبعا هنقول بالنسبه لطلع الجيش عشان يقدر يعني يلعب قدام النادي الاهلي، قدامه الحل الوحيد ان هو يبقى عنده مجازفه كبيره جدا بالارسال عشان يقدر يعني يكسر ال يعني قصد حضرتك انه يضغط على الفريق بالارسال. بالارسال هيبقى لازم يبقى يعني يبقى يلعب ارسال سبايك مثلا. هل الارسال موجه حضرتك شايف ايه؟ طبعا بيبقى موجه على اساس ان هو يعني هيشوف نقط الضعف، وهو كابتن ابراهيم يعني بيبقى قاري الفرقه كويس، بيقرا الفرقه واللاعب يعني بيسيستم الفرقه ان هي اللي هو شايفه لازم يلعب ارسال على رقم معين في الناس النادي الاهلي، يبقى لازم الفرقه كلها تؤدي هذا. وبتهيألي في الارسال الموجه هيبقى يعني هيبقى ارساله موجه اكتر على اقوى ضريب عندنا بتهيألي، او اضعف استقبال او مثلا هو في المنطقه الاماميه عشان ما يقدرش يشوط، او هو حسب ما يعني يعني خاصه مثلا ممكن احمد سعيد عشان يحاول. طب ايه غير يا كابتن، ايه غير طلاق الجيش مطلوب منه بالضغط بالارسال وارسال؟ هو ضغط الارسال طبعا عشان يقدر يقف قدام النادي الاهلي. طب هل محتاج يلعب لعب سريع؟ هل محتاج يبقى مثلا يعني انا ما اعرفش يعني ايه الفنيات اللي تانية بقى ان هو الثانيه اللي هو لازم بيامن الاستقبال، ان الاهلي النادي الاهلي عنده مجموعه كوكبه من اللعيبه والارسال قوي جدا في النادي الاهلي، ودي يعني المفتاح الفوز للنادي الاهلي لازم يستغلها النهارده برضو قدام طلع الجيش. فلو يعني لازم برضو في طلع الجيش هيبقى عنده اهم حاجه ان هو يامن الاستقبال، خاصه هو بيلعب مع فريق عنده حلول كتيره. طب كابتن ممدوح، يمكن كابتن احمد قال من وجهه نظره كابتن ابراهيم فخر الدين محتاج يقول ايه او محتاج يعمل ايه النهارده، من وجهه نظر حضرتك كابتن محمد مصلحي محتاج يعمل ايه؟ طبعا زي ما تفضل كابتن احمد زكريا وقال مفتاح الفوز النهارده الارسال القوي. يمكن كابتن ابراهيم عامل حاجه جديده يمكن بيطبقها من اكتر من سنتين، مسرع اللعب بالذات الكوره بتاعت مركز اربعه ومركز اتنين، مسرع بوش سريع يعني على مستوى العالمي البوش بيبقى عالي شويه. كابتن ابراهيم ممشيه فوق الانتنة الشبكه على طول بحيث ان لعيب مركز ثلاثه ما يلحقش يضم اللاعب مركز اتنين، ودي لو المعد ظبطها هيبقى صعوبه على بلوكات النادي الاهلي. فعشان كده مفتاح المكسب زي ما تفضل كابتن احمد وادي الارسال عشان ما يقدرش ينفذ الكره السريعه دي. يمكن كانت اللعيبه عند كابتن ابراهيم كتير ما كانتش قادره تنفذ الكره دي الا بعد عمل برنامج بدني وتقويه العضلات وسرعه العضلات عشان يقدر اللاعب يخش في توقيت معين وهي على ايد المعد يكون داخل في الهواء عشان يقابلها في الهواء عند الانتنه ويضربها في الزاويه اللي هي جايه له فيها. صحيح. لو قدر ينفذها هيتعب النادي الاهلي، انما النهارده بطموح الشباب بتاع طلائع الجيش اذا ما كانش النادي الاهلي بخبرتهم الكبيره والكوكبه اللي موجوده في النادي الاهلي هيوقفوا طموح وجموح لاعبي الطلائع هيقدر يسيطر على المباراه من الاول، والماتش هيخلص ان شاء الله 3-0 للنادي الاهلي، لان خبره النادي الاهلي واللعيبه في ماتش الجيش بالذات بيلعبوا بحماس شديد، عارفين ان الماتش ده هيوصلهم للبطوله، فبيبدا باللعب اللي هم متفقين عليه مع عبد الله عبد السلام، ويبدا يوزع في لاعب سته ومع احمد صلاح واللاعب السريع اسكان المحترف او محمد عادل اللي نزل خد حقنه النهارده ورجع من اسكندريه علشان يلعب الماتش، وانا اول مره اشوفه بالحماس ده. خلينا نشوف يا كابتن، يعني يمكن انا شايف خلاص يا جماعه ده لحظات اهو اللعيبه او الستارتنج بلايرز نزلوا في ارض الملعب وخلاص لحظات بتهيألي هتنطلق المباراه. كابتن توقعات حضرتك فوز الاهلي 3-0 ان شاء الله للنادي الاهلي. لو طلائع الجيش يعني قدر يمسك نفسه يعني وضغط جامد ممكن ياخد شوط يعني. طيب خلاص طيب الزمالك بيلعب الاتحاد دلوقتي يا كابتن قبل ما نروح للمباراه، والنتيجه 1-1 ان شاء الله. الزمالك بيلعب الاتحاد والنتائج 1-1 يمكن بداوا بينا بساعه. طبعا اعزائي المشاهدين خلينا نروح لارض المباراه ومعلقنا الكابتن عزب الشرباجي، وطبعا احداث مباراه الكره الطائره نادي الاهلي او ماسترز النادي الاهلي في مواجهه شباب طلائع الجيش، فإلى هناك.